إذا دعونا نتصفح الموقع. بداية لدينا الهيدر، قمنا بإنشاء هيدر وضعنا فيه الصفحة الرئيسية والمقالات والبحث. جيد جدا، هذه المقالات. صفحة المقالة، طبعا هنا المقالة لم نجعلها لينك، يبدو أن لا يمكن النقل عليها، وبالتالي يمكن أن نحرر ذلك من تحرير الموقع وتحرير، ومن هنا أحدث مقالة، فيجب أن أضيف رابط المقالة بهذا الشكل. فإذا قمت الآن بالحفظ وهنا عدت إلى هنا وتحديث، لاحظوا لدي رابط المقالة، ها هو الصورة تعود لرابط المقالة. ماذا عن اللينك هذا التايتل؟ أيضا يمكن أن نجعله رابط بهذا الشكل. فإذا حفظ وهنا تحديث، فإذا هذا أيضا أصبح رابط. فإذا قمت أنا بالتحديث هكذا، فأذهب إلى صفحة المقالة، ويمكنني العودة لصفحة مقالاتنا وهي صفحة المدونة. طبعا هذا أيضا لها رابط يمكن أن نذهب فيها بهذا الشكل. وأيضا الفوتر، قمنا بإضافة وسائل التواصل الاجتماعي، كان لدينا هنا باجينيشن أضفناه، ممتاز. من الصفحات التي أضفناها أيضا صفحة الكاتيجوري أو التصنيف، فإذا غير مصنف ها هو، فإذا التصنيف غير مصنف. وأيضا التاج، أضفنا صفحة التاج، وهذا فقط. أيضا ما الأشياء، قمنا أيضا بإضافة صفحة البحث، مثلا إذا بحثنا عن help me، لأن هنا يوجد help me، لاحظوا ستظهر لي help me، المقالات التي فيها يعني help me ها هي ستظهر. إذا هذه صفحة السيرش، نتائج البحث. وإذا ذهبنا لصفحة غير موجودة، فإذا تعلمنا أيضا عن 404، فبالتالي فعليا نحن انتهينا من تصميم الموقع الرئيسي. فقط بالنسبة لهذا الصفحة الأمامية، يمكن أن أنسخ كل المكونات حتى أكون على مسافة واحدة ما بين المقالب وبين ملفاتي، وأذهب للتمبلت فرونت بيج، وهنا سأقوم بمسح كل شيء ولصق المكونات الجديدة وأحفظ الملف. الآن سأحدث هنا الصفحة الأمامية وسأقوم بمسح التخصيصات، يفترض أن تبقى كما هي، وبالفعل بقت كما هي. بالنسبة لهذا فأنا وضعته كرابط، جيد. أيضا إذا ذهبت للصفحة الأمامية، فإذا لاحظوا هذا كرابط. فنحن بنينا الآن لهذه اللحظة قالب جدا بسيط وأساسي بمعلومات بسيطة جدا حول يعني بووردبريس. هذه خطوة جدا مهمة، لأننا فهمنا كيف يعمل القالب، نحن فهمنا فعليا ما هي ملفاته، كيف نضيف التايتل، كيف نضيف الكونتنت، كيف نضيف الهيدر، كيف نضيف الفوتر، تعلمنا شكل يعني اعتدنا على شكل الجوتنبرغ تاجز، تعلمنا ماذا يعني تمبلتس، تعلمنا الشكل الأساسي للموقع، يعني الشكل الأساسي للقالب، تعلمنا ملفاته، هيكلة الملفات، تعلمنا كل هذا. وهذا شيء جدا جيد، هذا ليس يعني شيء هين، فأنت تعلمت الكثير الكثير للتو. فأريد أن أنوه أن هذا الفيديو هو سلسلة وجزء من سلسلة الأساسيات تطوير قالب مكونات، وهذه السلسلة طبعا للذي يحب يمكن أن يتابعها على البث المباشر، أيضا الذي يحب يمكن أن يتابع سلسلة التسجيل، فربما أنت الآن تتابع السلسلة المعدلة الموجودة على الموقع، الموجودة على قناة الشروحات أو قناة الدروس الرئيسية، التي هي Learn With Now. إذا كنت مشترك بالقناة فستشاهد كل الفيديوهات الخاصة بهذا القالب فور تعديلها فورا. إذا لم تكن مشترك بالقناة فستشاهد هذه الفيديوهات أيضا، لكن ستشاهدها ليس بسرعة، ستشاهد فيديوهين بالأسبوع الواحد، يعني كل سبت وأربعاء سيكون هنالك فيديو حول قالب مكونات ووردبريس. فكل الأشياء التي أنا شرحتها الآن كلها موجودة بهذه السلسلة اسمها أساسيات تطوير قالب مكونات للمبتدئين، وطبعا فيها تقريبا 20 فيديو، وهذا الفيديو رقم 21. فنحن فعليا تعلمنا الأساسيات، هنالك بعض الأشياء يجب أن نتعلمها،
مثل نتعلم أكثر عن استخدام ثيمة جيسون، نتعلم أكثر عن الباترنز، نتعلم أكثر عن الأنماط، لم نتعلم عنها أصلا. يجب أن يكون هنالك درس عن الأنماط، وأيضا درس عن الستايلز، إضافة ستايلز إضافية، وثم دروس متقدمة أكثر حول كيفية تسجيل ستايل جديد في الموقع. أما الدروس التي ستكون جدا متقدمة بخصوص تطوير القالب وأيضا تطوير إضافات ووردبريس هو موضوع تطوير مكونات ووردبريس. فأنا أحببت أن أضعك في الصورة أين نحن الآن وماذا سنتعلم في الدروس القادمة، وهذا فقط. فإذا تابعني في الدرس القادم.